يا هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم، يا حبيب مامي وبابي الدلع يا هيثم، يا حبيب جدو تيتو روح قلبي يا هيثم. تصدرت الفنانة الراحلة هالة فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد وفاة ابنها الشاب هيثم أحمد زكي الذي ورث منها العمر القصير. توفي الاثنان في نفس السن عندما بلغا 35 عاما، ورغم قصر عمرها إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من أشهر الفنانات. ولدت هالة فؤاد في مارس من عام 1958. بدأت علاقتها بالفن منذ طفولتها، فالسبب الأول في ظهورها هو والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد. لكن أثناء دراستها في كلية التجارة اكتشف المخرج عاطف سالم لتشارك بدور في فيلم عاصفة من الدموع، ثم بدأت مسيرتها الفنية وقدمت حوالي 24 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً. بدأت علاقة هالة بالفنان أحمد زكي خلال مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، لتبدأ قصة حب قوية جمعت بينهما، ثم تزوجا وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم زكي. طالب بعدها أحمد زكي زوجته بالابتعاد عن الفن للاهتمام بعائلتها، لكن هالة أصرت على استكمال مشوارها الفني وانفصلا بعد عامين فقط من الزواج. وظل هيثم مع والدته إذ كان متعلقا بها جدا. وفي عام 1990 تزوجت هالة مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات لتنجب منه ابنها الثاني رامي، لكن ولادته كانت متعسرة فأصيبت بجلطات متلاحقة في قدمها وكانت على وشك الموت. فقررت بعد تلك التجربة القاسية اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وتفرغت لعائلتها وعبادة الله. وبعد فترة قصيرة أصيبت بالسرطان وبدأت رحلة علاج طويلة، وتم علاجها لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى، ودخلت في غيبوبة متقطعة حتى توفيت عام 1993. شاركنا برأيك، هل أخطأت هالة فؤاد عندما رفضت الاعتزال وانفصلت عن أحمد زكي؟